السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة ألساس تي في، وهي قناة مختصة في مجال الرياضات القتالية. في هذا الفيديو سأتحدث عن حدث بطولة UFC 238 التي شهدت نزالات قوية للغاية، خاصة النزال الأبرز بين توني فيرغسون والكوبوي سيروني. كان نزالا شرسا للغاية، حيث اتفق المقاتلان على تقديم نزال قوي جدا للجماهير وذلك ما كان، إلا أنه وقعت العديد من الأحداث بينهما، حيث شاهدنا تورم كبير في عين الكوبوي وبعدها ضربة غير قانونية في نهاية الجولة الثانية من توني أدت إلى سخط الجماهير. كذلك قيام الكوبوي بحركة وهي نفخ أنفه المنكسر، مما أدى إلى انغلاق عينه تماما وتورمها وعدم قدرته على إكمال هذا النزال. توني أظهر مستوى خرافي طبعاً الحال. توني نعلم أنه قد عانى من مشاكل عائلية كبيرة وإصابة أيضا، لكنه عاد بقوة، يعني حتى ملامح المقاتلين أثناء النزال أو قبل النزال كانت ملامح جدية جدا، وشاهدنا نزال فيه التحامات قوية ولم نشاهدهما أبدا في القتال الأرضي. تقاتلا وقوفا فقط بتقنيات عالية جدا، مواي تاي وكيك بوكسين، رأينا مجهود بدني كبير، إلا أنه انتهى هذا النزال بالتوقف بسبب عدم قدرة الكوبوي على إكمال النزال وإعلان فوز توني فيرغسون. في الأول كانت هناك مشاورات بين الحكام لإنهاء هذا النزال بدون نتيجة، لأنه كان اعتقاد أن توني قد قام بخطأ تسبب في توقف هذا النزال، إلا أن الحكام قرروا إعلان فوز توني، ودانا وايت قال ربما يكون هناك ريماتش أو نزال العودة أو نزال ثاني بين توني وكوبوي، وهذا ما أرادته الجماهير. كذلك توني لم يرضى بفوزه، يعني لم يكن راضيا، ملامحه تؤكد ذلك، وقال لا أرضى بالفوز بمثل هذه الطريقة، بل أريد الفوز بالضربة القاضية أو الضربة القاضية التقنية، لأن توني ليس من نوع المقاتلين الذين يرضون بانتصارات مثل هذه، بل يريد انتصار مقنع. بطولة UFC 238 شهدت نزالات أخرى قوية، منها نزال هنري سيهودو الذي استطاع تحقيق حزامين في وزنين مختلفين، وزن الذبابة ووزن الديك. أيضا نزال الروسي بيتريان ضد ريفيرا كان نزال رائع، بيتريان الروسي قادم بقوة وسيسيطر على وزنه في المستقبل. كذلك نزال السيدات تألقت فيه فالنتينا شيفشينكو وكان نزالا رائعا. إذا كانت هذه نتائج بطولة UFC 238. لا تنسوا زيارة موقعنا alsacefight.com لمعرفة جميع أخبار الرياضات القتالية. كان معكم أمين، إلى اللقاء.